اعتصم المئات من الجالية الكردية في لبنان أمام مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيروت وسط مواكبة أمنية كثيفة احتجاجا على العملية العسكرية التركية في عفرين السورية، وطالبوا المجتمع الدولي بحماية أهالي المدينة ووقف الهجوم التركي عليها. ورفع المتظاهرون ومن ضمنهم أطفال صوراً لضحايا الهجوم التركي على عفرين، وصور زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان المعتقل في سجن إمر للتركي الكردي، ملوحين بأغصان الزيتون في إشارة إلى تسمية تركيا العملية العسكرية بعملية غصن الزيتون، ورددوا هتافات ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان. وأكد المعتصمون استمرارهم في التحركات أمام السفارات العربية والغربية ومنها السفارة الأمريكية في عوكر.